ستار عما تقول عنه التحقيق بقصف معسكرات كان للحشد الشعبي النصيب الأكبر من دمارها ببطء فرضته طبيعة حساسية المسألة وتوجيه أسهم اللوم والنقد والاتهام لجهة قد تكون بحجم إسرائيل، يعني أن تفتح أبواب لا يعرف ما يخبأ وراءها. إمكانية تل أبيب عسكريا وحليفتها التي لا ترق العراقيين كثر قد يسحب الجو والبر العراقيين إلى بركة خصام تستنزف فيه الطاقات ويدمر البناء الذي تحاول بغداد إعماره بعد سنوات حرب. لكن إسرائيل أحدثت داخلين على ضربات الجو المحدودة في سوريا، تهمت عراقيا بأنها مسؤولة عن أضرار حدثت بعيدا عما تراه تل أبيب ضرورة أمن قومي وشرعية دفاع حتى ولو كان عابرا للحدود، لكنها بالنهاية استهلال لمحو خط يرى أنه إيراني يمد سوريا وما بعدها جغرافيا بالغذاء والوقود البشريين. يحتفي الحشد بإعلان بغداد مستثمرا إياه لقرع طبول حرب جديدة أو رد لأخذ الثأر، لكن بموعد مؤجل قد تتلاعب بخيوطه تقاطعات السياسة ومبادرات المهدئين ومن يرى في اندلاعها زيادة على لهيب يشوي المنطقة. لكن لما ينحصر نطاق الحديث عن استخدام القوة فقط بنسيان الضامن الدولي وقرارات أممية تحكم بين المعتدي والمعتدى عليه؟ فكما أخضعت الأمم المتحدة العراق بعد أحداث الكويت، ها هي اليوم أمام تكرار لذات القرارات لكن لصالح بغداد بالطريقة التي يدفع بها خبراء قانون بتفعيل المواد الثلاث الأول من ميثاق الأمم المتحدة. المنح القانوني في القضية إن كسبته بغداد فإنها بذلك تستعيد ما ثلم من سيادتها، بيد أن المعركة الحقيقية تتمثل في طهران وحلفائها من جانب وإسرائيل ومن يناوئ إيران وأمنهم ومصالحهم من جانب آخر. إذن وبشكل مؤكد ومن جلى من غبرة ذلك القصف أن الحرب بالاستهداف غير المباشر بدأت تطهى في المنطقة، وإن المحاور باختلاف تسميتها وانتماءاتها واصطفافاتها أخذت في التكتل والتشكيل تمهيدا لحرب قد يكون طرفها واشنطن وإيران أو تل أبيب وطهران. وبكل الأحوال الحشد الشعبي بشقه الموالي لإيران جزء منها.